الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. الإخوة والأخوات جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كانت النية أن يكون مهرجاننا اليوم مهرجان التضامن مع غزة، إلا أن إرادة الله عز وجل ونصره وتمكينه جعلنا في نفس الساعة وفي نفس المكان لا نحتفل تضامناً مع غزة، وإنما نفرح ونبتهج لانتصار غزة، فاللهم يا ربنا لك الحمد. غزة هذه من تكون؟ من تكون هذه التي تتصدر نشرات الأخبار؟ من تكون هذه التي تتقدم بالمنشئة العريض؟ من تكون هذه التي تشغل الدنيا كل الدنيا 50 يوما؟ من تكون هذه؟ إمبراطورية تعدادها 100 مليون، لها جيش جرار، عضو دائم في الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، لها مليارات مدخرة في بنوك الغرب. من تكون هذه سوى مدينة وأرض لا تزيد مساحتها على 360 كيلومتر، وتعداد سكانها 2 مليون إلا 200 ألف، ومجوعة ومحاصرة. إنها التي يقال عنها غزة، إنها الحكاية، إنها القصة، إنها العنوان الكبير، إنها غزة التي في معاجم اللغة وقواميسها. من يبحث في معاجم اللغة وفي قواميس اللغة ماذا يجد؟ كلمة غزة تعني، غزة معناها القوية، غزة معناها الكنز، غزة معناها المخزن، غزة معناها الشيء الذي يدخر، غزة معناها العزة. غزة، غزة هذه التي بناها اليبوسيين العرب، وكانت دائما ولأهمية موقعها كانت دائما قدرها أن تستهوي الغزاة والفاتحين. غزة حينما طارد الفرس البابليين الذين جاءوا إلى بلاد الشرق، لم يستطع أحد أن يوقف زحف الفرس إلا غزة. غزة هذه التي حاول الفرعون تحت أمس الثاني في العام 1500 قبل الميلاد أن يزحف شمالا، سوى أن غروره قد انكسر على أعتاب غزة. غزة هذه التي وقفت أمام الإسكندر المكدوني في العام 333 قبل الميلاد وقد اجتاح الأرض، كل الأرض، لم يقف أمام فتوحات الإسكندر إلا غزة. غزة هذه التي لما ثار اليهود المكابيون على الرومان وأرادوا
صدر غزة على أعتاب غزة في العام 154 قبل الميلاد تحطمت أسطورة اليهود المكابيين. غزة لها من اسمها نصيب، غزة قدر من السماء، غزة وعد إن شاء الله لا يخلف. غزة هاشم هذه، أتعرفون لما سميت غزة هاشم؟ لأن في غزة مدفون جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاشم. أليس رسول الله هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف؟ هاشم جد رسول الله مدفون في غزة. غزة هذه التي لما سير إليها أبو بكر جيشا لفتحها بقيادة أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، استعصت غزة على الفتح، لأن فيها كان قائد الروم المشهور الأرطبون. مات أبو بكر رضي الله عنه ليأتي للخلافة عمر، وقد طالت مدة حصار غزة، وإذا بعمر يقول: والله والله لأرمين أرطبون الروم بأرطبون العرب. وعين على الجيش عمرا بن العاص رضي الله عنه، وكان هو فاتح غزة رحمه الله. غزة يكفيها شرفا، يكفي غزة شرفا أنها لم تنجب فقط أحمد ياسين والشهداء، غزة التي أنجبت الإمام الشافعي رضي الله عنه. نعم، الإمام الشافعي ابن غزة، مولود في غزة، وهو الذي لما ذهب إلى العراق وإلى مصر طلبا للعلم كان يشتاق إلى غزة. أليس هو الذي قال، أليس الشافعي هو الذي قال: وإني لمشتاق إلى أرض غزة، وإن خانني بعد التفرق الكتمان سقى الله أرضا لو ظفرت بتربها كحلت به من شدة الشوق أجفاني. هو الإمام الشافعي، سقى الله أرضا لو ظفرت بتربها كحلت به من شدة الشوق أجفاني. بل أليست غزة هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الشريف: أبشركم بالعروسين غزة وعسقلان. عروس غزة، من أسمى غزة العروس ليس إلا سيد ولد بني آدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. غزة على مدار التاريخ كانت تحدث انعطافات، كانت توقف عجلة التاريخ غزة، وتجعل التاريخ يتوجه وجهة أخرى غير الوجهة التي كان يريد السير عليها. كيف ذلك؟ في العام 1258 كان الزحف التتري المغولي إلى بلاد الشرق، احتلوا بغداد، قتلوا مليونين من المسلمين فيها، وبدأوا يزحفون نحو الشام ونحو مصر. من شدة خوف الأمة منهم لم يصمد أمامهم جيش، لم يواجههم رجل، لم يتحداهم بطل، بل ساد بين المسلمين مقولة: إذا قيل لك أن التتار قد انهزموا فلا تصدق. من شدة التردي المعنوي والخوف والذعر والهلع والجبن الذي ساد الأمة يومها خوفا من التتار، قيل: إذا قيل لك أن التتار قد انهزموا فلا تصدق.
واستمر الزحف التتري إلى العام 1260 بعد سنتين من احتلال بغداد، وتحديدا في شهر تموز شهر 7 من العام 1260 بدأت طلائع الجيش التتري تصل قريبا من مصر. ومن يتحداهم؟ وصلوا قريبا من غزة. اذكروا هذا التاريخ، شهر تموز من العام 1260 وصلت طلائع الجيش التتري قريبا وعلى أبواب غزة، وإذا بغزة تخرج إليهم، وإذا بغزة تتحداهم. لكن من الذي جاء لينصر أهل غزة؟ يا سلام على التاريخ. من الذي جاء لينصر أهل غزة؟ قائد كبير جدا اسمه عبد الفتاح السيسي. أتصدقون؟ أتصدقون؟ القائد المصري الذي هب لنصرة غزة يومها كان الأمير ركن الدين بيبرز. الأمير ركن الدين بيبرز الذي قاد أهل غزة وانتصروا على طلائع الجيش التتري. وعند ذلك طارت الأخبار، هذا التتار يمكن أن يهزموا. من قال أن ليس بالمقدور مواجهة التتار؟ لا يمكن أن نواجههم. غزة بانتصارها المعنوي، غزة لم تقضي على الجيش التتري، إنما كان انتصارا معنويا. لكن هذا الانتصار جعل الأخبار تطير، وجعل الأمة تعيش حالة نشوة وفرح وقوة وعزيمة، لتجتمع إمكانات الأمة خلال شهرين في شهر أيلول من نفس العام، وإذا بالمسلمين يتجمعون في سهل بسان في منطقة عين جالوت في فلسطين لينتصروا في المعركة التاريخية الخالدة. أرأيتم كيف غزة يومها غيرت مجرى التاريخ؟ وغزة اليوم، غزة اليوم قيل لنا بأن هذا الجيش الإسرائيلي جيش لا يقهر، لا يتحدى أحد، لا يواجه أحد، لا يصلح معه إلا المفاوضات والتسليم والركوع والخضوع وبأس الإيدين وتقبيل الرجلين. ولكن غزة تقول لا وألف لا، لا وألف لا. وإذا بغزة تتحدى هذا الجيش وتقهره وتمرغ كرامته في رمالها الطاهرة. هي غزة هذه اللي بصير اليوم، الذي يحدث اليوم. تذكروا ما أقول، انعطاف جديد في التاريخ. أمتنا بعد يوم 26/8/2014 ليست أمتنا قبل ذلك اليوم. أمتنا اليوم أمة جديدة، والعربي عربي جديد، والمسلم مسلم جديد، والفلسطيني فلسطيني جديد من طراز آخر، يحمل عقيدة، يحمل إيمان، يحمل هتافا يظل يردده، لسان حاله يقول: الله غايتنا، الرسول قدوتنا، القرآن دستورنا، الجهاد سبيلنا، والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. غزة هذه، غزة هذه أيها الإخوة والأخوات، منذ الفتح العمري، منذ الفتح العمري للقدس، وقعت القدس فقط مرتين تحت الاحتلال. المرة الأولى احتلال الصليبي امتد من عام 1096 للميلاد إلى ما بعد العام 1187 إلى معركة حطين، قريبا من 90 سنة. والمرة الثانية هي من العام 1967 إلى يومنا هذا. مرتين، مرة احتلال صليبي ومرة احتلال صهيوني. أما الاحتلال الصليبي الأول
فكانت نهايته على يد القائد البطل صلاح الدين. نعم صلاح الدين الرمز، لكن كل الأمة يومها كانت صلاح الدين. كل الكتائب والزحوف التي انضوت تحت راية صلاح الدين ودخلت إلى القدس فاتحة محررة. نعم نعم، لن نمل من إعادة تكرار القول أن كتائب المغاربة كانت من كتائب الفتح لتحرير القدس من الصليبيين يومها. نعم، ليؤكد على هذا القول. واليوم اليوم القدس تحت الاحتلال الصهيوني قريب من 47 سنة. يظن الاحتلال انه هو طراز فريد من نوعه. الاسرائيليين يعتبرون انفسهم خارجين عن القاعدة. احتلال ليس له نهاية. ونحن نقول بل والله نقسم، كما الاحتلال الصليبي كانت له نهاية، إن ملامح نهاية الاحتلال الصهيوني الجديد نراها كما نرى الشمس في ربيعة النهار. ليكون السؤال، هل ستحظون يا أهل المغرب بهذا الشرف من جديد؟ أسأل الله أن يكون لكم ذلك. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، غزة دفع الضريبة الدفاع عن القدس. غزة اليوم بانتصارها تعزز صمود القدس. لذلك هذا الاحتلال الإسرائيلي، على فكرة مشان يعني نكون واضحين، ما تفكروا انه احنا الان عاملين مراجل يعني هون لان في المغرب ابعاد وكأننا بنحكي يعني لان ابعاد. نحن نعلم ان هذا نقل مباشر. والله نقول مثل هذا الكلام واوضح منه هناك في بلادنا في وطننا، لاننا نحمل رسالة وننتمي الى دعوة لا نخشى فيها الا الله. هذه القدس وهذه غزة، من ينصرها يتشرف، ليست هي تتشرف، ومن يخذلها نصيبه الخذلان. لذلك الذين فضحتهم غزة، كثار اللي فضحتهم غزة، كثار من زعماء ورؤساء وأمراء وملوك فضحتهم غزة بتقصيرهم بل بتحالفهم مع أعدائها، هذول أنفسهم ستكون فضيحتهم في القدس أكبر. بكرة وغدا لما تكون معركة القدس الكبرى، فكرك هؤلاء سيغيروا من نهج اعوجاجهم؟ لا، ولذلك القدس ستفضحهم أكثر وستعريهم، ليتبين أن هؤلاء نعم يتسمون بأسمائنا ولكن ميلهم ولكن عواطفهم كلهم مع أعدائنا. فيا للخسران الكبير لهؤلاء. هذه القدس هكذا يتآمر عليها؟ هكذا يفعلوا بها كما فعلوا بغزة؟ فضوا بكارتها، قال لها الشاعر وعنها عن القدس: فضوا بكارتها، داسوا كرامتها، وهام في مقلتيها البؤس والعدم، جزوا ضفائرها، هدوا منابرها، وفي آذاننا عنها بها صمم. قالت نادت ومعتصماه: أدرك عقيلتكم، قال الأشاوس: نامي مات معتصم. فإن تمادى العدا فالحل مؤتمر، نشجب ما عاثوا فيه وما أثموا. انتهى عهد المؤتمرات، لا مكان بعد اليوم للمؤتمرات. اليوم الميدان للرجال، للأبطال، للشجعان. ها
هم أصحاب الكلمة وليس غيرهم، ليس غيرهم. أما الأنذال، أما المتواطئين، أما السماسرة، أما النخاسين، أما البياعين، فلا مكان لهم، لا مكان لهم أبدا. أتعرفون، هل سمعتم قصة الأنذال الثلاثة؟ أسمعتم بقصة الأنذال الثلاثة؟ يحكى أن ثلاث شبان يتسكعون في الشارع بلا هدف ولا غاية ولا مهمة ولا رسالة، ولأنهم بغير هدف في الحياة، وإذا بهم يبتكرون مسابقة لم يسمع عنها من قبل ولا من بعد. بيقول لبعضهم البعض: أرأيتم لو تبارينا في من يكون منا الأنذل؟ نتسابق مين أنذل واحد فينا؟ أنذل بالفصحى نفسي، يعني نذل. قالوا: والله فكرة. إيه ممتاز، يلا يا شباب، شوف مين أنذل واحد بالثلاثة. وهم كذلك في الطريق، وإذا بهم يرون امرأة تأتي في الشارع، امرأة عابرة الطريق فجأة، وإلا الأول منهم يتقدم منها ويصفعها على وجهها بلا سبب ولا شيء، صفعها على وجهها وراح يصرخ كالمجنون السكران، يقول: أنا أنذلكم. فعلا نبصم لك أنك الأنذل إلى حد الآن، فقط لسه مش شايفين التصفيات. وهم كذلك، قامت المرأة وقد سقطت، وإذا بالثاني يتقدم منها ويطرحها أرضا أمام صاحبيه ويعتدي على عرضها ويغتصبها، وقام يصرخ كالمجنون: أنا أنذلكم. ونقول كذلك فعلا، أنت الآن تفوقت على صاحبك الأول فجأة، وإلا بالثالث مش عامل ولا إشي، ولا هو بصرخ وبنط ويقفز يقول: أنا أنذلكم. قالوا له: لا 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 لا، إيش حبيبي، أنا صفعتها، والثاني قال: أنا اغتصبتها، وانت دخلك شو عامل؟ قال: أوما تعلمون أن هذه المرأة هي أمي؟ أوما تعلمون أن هذه المرأة هي أمي؟ فعلا أنت الأنذل، يا من تغتصب أمك وأنت تنظر. أيها الأنذال، القدس ليست فقط قدس، القدس أمنا، القدس أختنا، القدس عرضنا، القدس ماضينا، القدس حاضرنا، القدس مستقبلنا. هي القدس يا هؤلاء، القدس شقيقة مكة والمدينة للي ناسي، الأقصى أخو المسجد الحرام والمسجد النبوي للي ناسي. لا كرامة للمسجد الحرام ولا للمسجد النبوي إلا أن تعود الكرامة للأقصى، لا كرامة لمكة ولا للمدينة إلا أن تعود الكرامة للقدس الشريف. نعم أيها الإخوة، أيتها الأخوات، لي أن أقول لكم كان في الماضي العرب، الماضي القريب وليس البعيد، إذا ضربتهم إسرائيل على الخد الأيمن كانوا كوم من التسامح، كمثل عيسى عليه السلام وقد قال: إذا ضربك على خد أحد على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. وكنا احنا شاطرين بها الحمد لله، على طول من أول صف ندير له كل شيء. جاءت غزة لتقول: انتهى هذا الزمان، لا، لن ندير لك الخد الأيسر، سنضربك على خدك الأيمن والأيسر ومن فوقك ومن تحت جريك سنخرج إليك، من تحت رجليك سنخرج إليك، من تحت رجليك سنخرج إليك.
الإخوات والأخوات، أنهي كلمتي لأقول لكم: من ظنوا أن المروءة قد شيعت إلى مثواها الأخير، ومن ظنوا أن البطولة قد شيعت إلى مثواها الأخير، ومن ظنوا بأن الشهامة قد شيعت إلى مثواها الأخير فهم مخطئون، إنها لم تشيع. إذا كانت دولنا تصدر النفط والغاز فإن غزة تصدر العزة والكرامة. نعم، كونوا على يقين أن المستقبل لنا إن شاء الله. والله لن يطول الزمان إلا وسنفرح. هذه مقدمة الفرح يا جماعة، هذه مقدمات، هذه إرهاصات، هذه إشارات الأولى. الفرح الكبير سيكون على أعتاب القدس إن شاء الله. نرى هذا بأم العين كما نرى الشمس في رابعة النهار. هل يشك عاقل بالشمس في الرابعة؟ هل يشك عاقل أن الله واحد أحد لا شريك له؟ مثل هذا الاعتقاد نعتقد أن المستقبل لنا والنصر لنا والتمكين لنا والفرج القريب والأيام سجال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.